قطعت الحكومة وقطع مجلس النواب قطوع كبير بعد أسابيع من مناقشة الموازنة ومن قبل سلسلة الرتب ومن بعد قضية الضرائب. إذا رجعنا نتذكر كلمات ومواقف معظم المسؤولين عن الحالة الاقتصادية والمالية والاجتماعية بالبلد، نعرف إنه حالتنا مش مريحة أبداً، والإجراءات اللي أخذتها الحكومة رغم قساوتها ممكن تنقذ البلد لفترة، بس مش لفترة طويلة، والمرحلة الجاية بتفرض على الجميع بجميع القطاعات التنبه وأخذ الحيطة والحذر أحسن ما يصير فينا مثل اللي راح لعند البصارة. قالت له البصارة: قدامك سنة صعبة رح تعيش فيها فقير وهفتان. هو سألها: طيب وبعد هالسنة شو حتصير حالتي؟ قالت له: بتكون تعودت على الشحفتي. هذا رأيي، فكر فيها.